إعلان للمحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن من أعظم مظاهر الحب له كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، والله إنه أحب إلينا من أنفسنا ومن الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.